11 ظهرا في القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بك دينا. مرحبا فيروز، مرحبا بكم مشاهدينا. بداية النشرة بأبرز العناوين: استشهاد جريح وإصابة عدد من المرضى باستهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس وتحويله إلى ثكنة عسكرية. الأونروا تحذر من محاولة إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح بعد اكتظاظ المدينة بأعداد كبيرة من النازحين. حزب الله يتوعد إسرائيل بعد قتلها مدنيين في ضربات بجنوب لبنان، وميقاتي يطالب بتقديم شكوى ضد الاحتلال في مجلس الأمن. البداية بتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 107 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك خلال يوم واحد. وشن جيش الاحتلال هجمات على عدد من المناطق بقطاع غزة خلال اليوم 32 بعد 100 للعدوان الإسرائيلي على القطاع. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ أحزمة نارية بعشرات الغارات على مناطق دير البلح والمغازي والبريج وخان يونس ورفح والزيتون. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم مجمع ناصر الطبي وحوله إلى ثكنة عسكرية، كما استهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين وجرف المقابر الجماعية داخل المجمع. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال أجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع تحت القصف والتهديد، كما طالب إدارة مجمع ناصر بنقل كل المرضى بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم. كان جيش الاحتلال استهدف المجمع ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين. هذا وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة إنسانية وشيكة جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بعد أن نزحوا إليه قسرا. وقالت الكيلة إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة. وأكدت في مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، أكدت أن ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مستشفيات قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القطاع الصحي منذ بداية العدوان على غزة ضمن حملة ممنهجة للتنكيل بسكان القطاع. مجمع ناصر الطبي بخان يونس أصبح هدفا لقوات الاحتلال منذ عدة أسابيع، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. في انتهاك صريح لكل الأعراف والقوانين الدولية،
تواصل قوات الاحتلال استهداف القطاع الصحي أو بالأحرى ما تبقى منه بعد أكثر من 4 أشهر على العدوان الذي لم يسلم منه شيء في قطاع غزة. جديد تلك الانتهاكات هو استهداف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع من قبل مسيرة إسرائيلية قصفت قسم العظام بالمستشفى، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين. كما واصلت قوات الاحتلال الضغط على إدارة مجمع ناصر لإخلاء من تبقى من النازحين داخله، حيث أفادت وزارة الصحة أن أكثر من 1500 نازح لا يزالون داخل المجمع الطبي، بالإضافة إلى 190 من الكوادر الطبية ونحو 300 من أفراد عائلاتهم، فضلاً عن نحو 600 مريض ومرافق. من جانبها دعت وزارة الصحة في قطاع غزة الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المجمع وإجبار من تبقى داخله على النزوح إلى أماكن أخرى. كما حذرت السلطات الصحية من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في المستشفى، مناشدة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء لإنقاذ المتواجدين داخل المجمع. وفي وقت سابق ونتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل، غمرت مياه الصرف الصحي قسم الطوارئ ما أعاق عمل الطواقم في المجمع وأثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين. وتفرض القوات الإسرائيلية حصاراً صارماً على مجمع ناصر الطبي منذ عدة أسابيع، حيث تعمل على إخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى. وهكذا يواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق سكان قطاع غزة غير عابئ برادع من قانون أو ضمير، بينما تقف المنظمات الدولية عاجزة عن فعل شيء يوقف تلك الانتهاكات المستمرة بحقهم. هذا وتفاقم الوضع الإنساني بقطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. وبعد تكدس أعداد كبيرة من النازحين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، أصبح هناك حاجة كبيرة للحصول على كميات هائلة من المواد الغذائية. معاناة إنسانية طال أمدها وتطلعات لهدنة ليست إلا ضمادة صغيرة على جرح كبير. فلسطينيون نازحون وجوعى، معظمهم من النساء والأطفال، يتزاحمون كل يوم أمام مؤسسة التكية الخيرية في رفح جنوبي قطاع غزة للحصول على الطعام من أجل أسرهم. فبعد عناء نزوح متكرر ورغم الظروف المأساوية والأعداد الكبيرة، يرأف القائمون على المؤسسة الخيرية قدر الإمكان بأحوال هؤلاء النازحين ويساعدونهم. فعشان المرأة كبيرة في العمر بأخذوا مني الطنجرة والله بتعطون إياها وبأوديها للأولاد يأكلوها. وفي كثير من الأحيان ينتظر النازحون وقتاً طويلاً أملاً في الحصول على القليل من الطعام لسد رمق من جوعهم الاحتلال بغزة. والله احنا بنيجي من 10 بنضل مرات لل 11 لل 12 لما نجيب الاكل، لان احنا نازحين كتار بيجي 32 نفر في الدار كلهم من جباليا ومن الشاطئ ومن غزة. دارنا مليانة ودار اولادي كلهم مليانين، كلهم صغار، واحد عندي نضال عنده بيجي 42 واحد في الدار نازح. منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو حذرت من أن الفلسطينيين في القطاع يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، ويأتي هذا تزامناً مع زيادة أعداد النازحين في غزة يوماً تلو الآخر. النازحين في ازدياد، عدد النازحين في مدينة رفح يزداد يومياً بعد يوم. فأعني نخشى أنه ممكن يكون مجاعة، يكون في فقر، رغم الحصار. يعني كمان الحصار برضو المفروض علينا غل الأسعار، لذلك في عنا عقبات كثيرة بحكاية التمويل وما شابه ذلك، لأنه الأسعار مع الحصار في ارتفاع باستمرار. سكان القطاع يعانون من تجويع ممنهج على يد جيش الاحتلال، فأكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني يتكدسون في رفح التي كان يقطنها قبل العدوان الإسرائيلي نحو 300,000 نسمة.
ويعيش العديد من هؤلاء النازحين في مخيمات وملاجئ مؤقتة بعد أن فروا من القصف الإسرائيلي على مناطق أخرى من القطاع على مدار ما يزيد على 4 أشهر. والمزيد من التفاصيل نتحول إلى الزميل حساني بشير. إليك حساني. شكرا فيروز. شكرا دينا. للمزيد ينضم إلينا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. بعد التحية سيد محمد، نتحدث على أن المستشفيات ما زالت إلى الآن هي أهداف أو بنوك أهداف رئيسية للاحتلال الإسرائيلي. ما يحدث في مجمع ناصر الطبي يؤكد هذا. طبعا هذه الجرائم، مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية ناشدت الأمم المتحدة حقوق الإنسان بأن ترى هذه الجرائم، هل هذه المناشدة يمكن أن يكون لها صدى في سياقها الصحيح؟ هلا طبعا يعني الجهة المسؤولة عنها ليست مسؤولة، الجهة التي يجب عليها العمل على حماية هذه المراكز الطبية والمستشفيات هي المجتمع، جهات المجتمع الدولي سواء دول أو منظمات دولية كالأمم المتحدة مثلا، لدفع إسرائيل، للضغط على إسرائيل والجيش الاحتلال لعدم استهداف المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يؤمن الحماية لهذه المراكز تسمى الأعيان المدنية. الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل لهذه المستشفيات منذ بدء العمليات العسكرية في غزة الآن هو يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف طبعا، وهو لابد من يعني الوصول لمساءلة ومحاسبة الجيش الإسرائيلي عن هذه الجرائم، وذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية إن كان جنائيا، ومن خلال محكمة العدل الدولية من خلال الدعوة التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة. لكن هنا سيد محمد، يعني تحدثنا كثيرا حول أن إسرائيل يعني لا يعنيها اتفاقية جنيف طبعا لحقوق الإنسان أو حتى بنود وبروتوكولات هذه الاتفاقية أو حتى بروتوكولات ميثاق روما المعتمد. يعني يبقى معنا سيد محمد، ننتقل الآن إلى دبلن بأيرلندا حيث هذا المؤتمر الصحفي لوزير خارجية أيرلندا ومفوض الأونروا إلى هناك. الفلسطينيين يجدون من يهتم ويرعى مصالحهم. هذه الأموال ستساعد الأونروا على استمرار خدماتها الأساسية، وأيضا لدينا أعمال أيضا ونشاطات في اليمن، لدينا في لبنان التي فيها مدارس وهي تستضيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا فقط من أجل حياتهم، فكثير منهم لا يستطيعون الوصول إلى هذا هو العمل الذي نقدمه لهم. سأضيف أيضا بالنسبة للنقطة، نقطة تفكيك الأونروا والدعوات من إسرائيل لذلك، المسألة هي عن الصورة العامة والعودة إلى إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين والهجوم على الأونروا، فهذا فيه تقويض إقامة واحتمالية إقامة الدولتين. ولذلك ما وراء هذه الهجمة المنتظمة والحملة المنتظمة على وكالات الأمم المتحدة هو من إسرائيل، لأنها لا تريد هذه النتيجة. هذا القرار الإسرائيلي، لأنهم يعرفون محورية الدور الذي تقوم به الأونروا ووجودها بغزة، من أهم مسائل وجود الأونروا هي مساعدة الأطفال العودة إلى مدارسهم، وبالتالي هذه أيضا مسألة مهمة.
كثير من النشاطات لا يمكن القيام بها دون الأونروا، مثلا تقديم الخدمات الرعاية النفسية للأطفال في أعقاب هذه الحرب، وأيضا لا يمكن أن تكون هناك مبادرة لما بعد الحرب ما لم يكن لديك القدرات لتقديم خدمات التعليم والخدمات الصحية. وتحدثنا أيضا ما هي القدرات التي ستكون في وجود الحكومات التكنوقراطية، كل ما نسعى إليه لن يتم تنفيذه دون وجود بنى تحتية. أما النقطة الثانية حول لبنان، وقد كنت في تلك الفعاليات وأؤكد أن احتمالية التصعيد ما زالت موجودة، وبالتالي هذا أمر منوط بنوعية الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وهذا من جانب عسكري. طبيعة المواجهات حاليا لم تصل إلى مستوى الحرب الكاملة، لكنها قد تصل إلى ذلك. ومن أجل حفظ السلام وزملائنا في اليونيفل هم Do you believe UNRWA will be no longer able to provide the services that it provides at the moment? And the second question. نريد أن نحمي جنودنا هناك وألا يكون هناك مزيد من التصعيد. Do you believe UNRWA will be no longer able to provide the services? إلى متى تستطيعون أن تحددوا؟ إلى متى يمكن للأونروا أن تواصل عملها؟ وماذا عن هذه الحملة؟ كيف يمكن أن تؤثر على عملياتكم؟ Obviously, it's evolving. It all depends on the decision which will be taken by those countries having paused. It depends on whether yes or not. Additional funding will be coming. For example, I just come back from a visit in the Gulf. I visited the. ثاني فهو كان باللغة. سأتحدث عن القرار الذي ستتخذه الدول حول إن كان سيصل هناك تمويل إضافي. وقد زرت دول في دول الخليج والإمارات وقطر والكويت والسعودية، هذا الأمر يعتمد إن كانت ستصل الأموال قريبا خلال الأسبوع القادم. لكن دعونا نقول أنه في غياب أي مساهمات ستبقى كل عملياتنا مجمدة، وستتعرض عملياتنا لتهديد كامل بالتوقف ما لم يكون هناك تمويل، وبالتالي سيكون التمويل سلبي وهذا سيهدد آمالنا. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، أعتقد الحكومة ورئيس الوزراء كانوا واضحين، فهم يدعون لتفكيك الأونروا، وهناك نقاشات في الكنيسة تدور حول طرد الأونروا من شرق القدس ومن غزة ومن ثم الضفة الغربية. وبالتالي على صعيد السياسي عدد دعوات لتعليق أو نقل الأونروا خارج المنطقة
figure is more real hugmer the UNRWA. Decanal agus go rialta blian in aig de blianna sus na shemilun the vi gesta going like a norig on made vi curve file going na shemilun on shin and lorna blianna the hugmer ramalun is small agus shin the yaska on kogig agus on nagana ta on the hugmer 8 milliún, so tán cartgut in nerun na blíana se chata 8 milliún deag. Mushahidina? Nís mó yenif con skullinna a hógáil a rísht, so agus cahi mi dailáil a búil eintach na Europa, agus tíra eile a fudan dán tach le chéle, con anachwed agus nís mó. إذن من دبلن قدمنا لكم مباشرة جزءا من هذا المؤتمر الصحفي الذي يجمع ما بين وزير خارجية أيرلندا والمفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني، حيث تحدث عن هذه الهجمة المنتظمة أو منظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لوقف جهود منظمة الأونروا لتقديم المساعدات في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. نعود مرة أخرى من بيروت، حيث انضم إلينا أو معنا الآن محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي لمرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان. أعود لك يا سيد محمد، بالمستضافة عندما كنا نتحدث عن حقوق الإنسان عرضنا هذا المؤتمر الصحفي للحديث حول التضييق على منظمة الأونروا في تقديم هذه المساعدات، وهذا يؤدي طبعا إلى كوارث إنسانية وأيضا مشاكل واضحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فكيف يمكن لمنظمات حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالأمم المتحدة أن يكون لها دفع في عدم إيقاف منظمة الأونروا لمساعداتها؟ تسمعني سيد محمد؟ سيد محمد لو تسمعني، نتحدث حول ما جاء في مؤتمر الأونروا أو المفوض العام للأونروا من أيرلندا مباشرة، كان يتحدث عن هذه الهجمة المنظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة عرقلة أو إيقاف المنظمة عن تقديم المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ما يتسبب في كوارث إنسانية وأيضا مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان، فكيف ترى أهمية أن يكون للمنظمات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وضع أو تصور لما يمكن أن يحدث؟ يعني لا شك بأن المنظمة الدولية كافة سواء منظمات دولية أو دول تخضع لامتحان كبير فيما يحدث بغزة، لأنها يعني إما هي تتلكأ عن القيام بواجباتها أو هي خاضعة للضغوط وممنوعة من ممارسة واجباتها. هذا لا يعني أن هذه المنظمات أو الوكالات الخاصة بالأمم المتحدة يجب عليها أن تتوقف عن العمل. هنالك تحدي سياسي كبير، إن كان مثلا من خلال قطع التمويل عن منظمة الأونروا، ولكن هذا يجب أن يدفعنا للضغط بشكل أكبر لعدم وقف هذا التمويل ولإعادته لمنظمة الأونروا، لأن ذلك يساهم في بشكل كبير بمساعدة النازحين داخل قطاع غزة بشكل خاص وتقديم المساعدات لهم سواء الغذائية أو الطبية. ويجب أن يكون ذلك يعني بالتوازي مع مسار المساءلة الساري أمام محكمة العدل الدولية، ويجب المضي قدما بالمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحاكم أشخاص وليس الدول، يعني الأشخاص الذين هم في السلطة الجنائية الدولية تحاكم أشخاص وقادة ومحكمة العدل الدولية تحاكم دول. نعم. لكن في سياق كما قلت أتحدث إليه قبل هذا المؤتمر الذي عرضناه مباشرة، كنت أتحدث على أن دائما إسرائيل تتجاهل الاتفاقيات المختلفة، اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان، البروتوكولات الأخرى أيضا والبنود المتعلقة بميثاق روما لحقوق الإنسان أيضا، فكيف يمكن هنا مع هذا التجاهل أن يتم الضغط على محاكمة إسرائيل أو حتى محاكمة قادة إسرائيل؟ يعني بالإضافة لما تحدثت عنه منذ قليل، يجب الضغط على الدول التي تمول إسرائيل سواء بالمال أو تدعمها بالسلاح، يعني كالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد يعني قد يكون السبب أو الطريقة المثلى أو الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجة فعلية والردع إسرائيل هي بضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف مساعدتها العسكرية، وذلك حدث في حرب لبنان في العام 2006. يعني كان أحد أسباب وقف الحرب في العام 2006 هو تهديد الإدارة الأمريكية لإسرائيل بوقف المساعدات العسكرية عنها إن لم تدخل في اتفاقية هدنة أو ما إيقاف الحرب في ذلك الحين. ذلك صعب بالطبع، يحتاج إلى المزيد والمزيد من الضغط، يحتاج إلى تكاتف الدول المجاورة لقطاع غزة، يعني الدول هي إما شبه غائبة أو تطل ببيانات أو حتى الضغط يعني مع الشركاء الإقليميين أصحاب المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. حتى لا يمكن سيد محمد أن تتعلم استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لأن دعوة مثلا جنوب أفريقيا سوف تتجه مثلا إلى مجلس الأمن، التخوف هنا أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها في حق الفيتو وبالتالي عرقلت ما يمكن أن يحدث. 100%. هلا لا نتحدث عن الحكم النهائي، الحكم النهائي قد يأخذ سنوات، ولكن كونه جنوب أفريقيا تقدمت منذ يومين بطلب آخر لوقف العمليات الحربية والعسكرية في القطاع ضمن لدى محكمة العدل، هنالك ضرورة بإصدار تدابير احترازية وأمر لإسرائيل مباشر بوقف العمليات العسكرية، وليس فقط كما حدث الشهر الماضي بطلب منها العمل على الحد من ومنع الإبادة الجماعية في غزة. وهذا ضروري اليوم، لأن ذلك لن يعني تنفيذه يذهب إلى مجلس الأمن، ولكنه سوف يخلق ضغطا دوليا بشكل أكبر على كل الدول التي تساند إسرائيل. يعني نرى مواقف هذه الدول اليوم مختلف بشكل كبير عندما بدأت العمليات العسكرية في تشرين الأول. هل يعني ترى سيد محمد أنه يجب أن يتم اتخاذ عدة مسارات تتعلق بدعاوى لمحكمة العدل كما رأينا التي تحاكم دول، ومسار آخر أيضا يتعلق باتخاذ دعاوى وتدابير احترازية بحق قادة عسكريين أو سياسيين حتى في الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هنا يمكن أن تأخذ هذه الدعاوى يعني صورة مهمة جدا، لأن أنت تعلم أن في هذه الدعاوى حتى ما حدث في ميانمار وفي كمبوديا عندما تم محاكمة بنوم بن رئيس كمبوديا الذي ارتكب ملايين المذابح طبعا بحق الشعب هناك، أخذت هذه المسألة وقتا طويلا. نعم بالطبع، يعني هنا علينا التفريق بين ثلاثة مسارات يمكن المضي بها. أولا محكمة العدل الدولية، وهي التي تصدر تدابير احترازية ضمن المحاكمة التي تجريها، مختلفة عن المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية هي تحاكم أشخاص بالاستناد على نظام روما جنائيا، يعني سواء قياديين في الجيش الإسرائيلي أو رئيس الوزراء أو الوزراء، ولا يقومون بتدابير احترازية. مثلا المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ يعني بعد أن بدأت روسيا الحرب في أوكرانيا ببضعة شهور أو حتى أقل أصدروا مذكرة توقيف بحق بوتين نفسه، لم نرى ذلك في ما يحدث بغزة، وذلك يبين أقله أن هنالك ضغوط معينة يرضخ لها هذا المدعي العام. صحيح. المسار الثالث وهو بدأ يحدث في بعض الدول الأوروبية هو الصلاحية الدولية للمحاكم الوطنية، وخاصة للجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسية دول أوروبية أخرى، وتتم مقاضاة بعض الجنود. يعني بدأ هنالك حملات مختلفة وبدأت بعض المحاكمات. نعم. إذا كنت أذكر بشكل صحيح لبعض الجنود الإسرائيليين في هذه الدول، وهو يشكل ضغطا آخرا. وهذه نقطة مهمة طبعا، نود الاستمرار في هذه نقطة مهمة جدا طبعا، ولكن أشكرك إلى الآن على هذه التفاصيل كنت معنا فيها من بيروت. محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أشكرك سيدي. ينضم إلينا أيضا في هذا السياق دكتور هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. بعد التحية دكتور هشام، نتحدث حول تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، استمرار وضع المستشفيات وخاصة مجمع ناصر كبنك رئيسي لأهداف الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بأن هناك عدد كبير من النازحين يأون في هذا المستشفى كانوا يحتمون به، فكيف يعني تعلق في هذا السياق على هذه الخطورة لما يتعلق بهؤلاء؟
اهلا وشكرا على الاستضافه. لقد حذرنا في بياننا الصحفي امس الاطراف المنخرطه بهذا النزاع بالعواقب الكارثيه اذا ما حدث تجرى الوضع في محافظه رفح بفعل عمليات عدائيه او عمليه عسكريه موسعه. ذلك يعود لاسباب الجميع يعلمها الان، الظروف التي يعيش فيها اكثر من 1.5 مليون نازح ونازحه في محافظه رفح على اقل من 20% من المساحه الكليه لقطاع غزه، وهذه هي مساحه محافظه رفح. يعيشون في ظروف انسانيه بائسه فرضت عليهم، ولقد شهدنا قبل بضعه ليالي احداث داميه تنقل عنها عشرات قتلوا منهم عدد كبير من المدنيين نساء واطفال. لذلك ما تنادي به اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بانه تطبيق القانون الدولي الانساني بحذافيره الان اصبح اهم اولويه يجب العمل عليها، وعلى اسرائيل الان كسلطه قائمه بالاحتلال في قطاع غزه ان تؤدي بالتزاماتها القانونيه تجاه القانون الدولي الانساني بتوفير الوصول لكل ما يلزم للاهالي مما يمكنهم على البقاء، قدرتهم على البقاء في الحياه كالغذاء كالدواء كالوصول الى خدمات الاساسيه من مياه وصرف صحي الى غيره. فضلا عن ذلك الاهم هو توفير الحمايه للمدنيين كما يقول القانون الدولي الانساني. يعني كيف يتم هذه الحمايه في ظل ان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين وحتى يستهدف المدارس التابعة للأونروا، يستهدف أيضا المستشفيات؟ طبعا هناك حوالي 150 مدرسة دكتور هشام أنت تعلم تابعة للأونروا تم استهداف هذه المدارس التي تأوي العديد من النازحين من أهالي قطاع غزة. كيف تبدو هنا الصورة متكاملة في هذا السياق نحو الدفع قدما بالتعاون ما بين اللجان المختلفة التابعة للأمم المتحدة حتى يكون هناك رد واضح على الأرض؟ يجب أن يتم النظر إلى الصورة الكاملة في قطاع غزة الآن من منظور القانون الدولي الإنساني بشكل أكبر بكثير مما شهدناه منذ 7 أكتوبر حتى الآن. هذا ما ننادي به بالمقام الأول كلجنة دولية للصليب الأحمر، هذه من ناحية. من ناحية أخرى إذا ما نظرنا إلى مجريات الأحداث، هناك عائلات بأكملها مئات الآلاف ممن اضطروا إلى النزوح قسرا عدة مرات. بعض العائلات وصل بها الامر الى اعاده تموضعها او بحث عن مكان او ملاذ امن 10 مرات او هناك جرحى، هناك كبار سن، هناك اشخاص ذوي اعاقه. كيف يمكن ان يتم نقل هؤلاء الى مكان امن اذا ما توفرت الظروف؟ بالاضافه الى ان اذا اخذنا ايضا بعين الاعتبار ان العمليات العدائيه طالت كافه المناطق في قطاع غزه، البنى التحتية بأكملها شبه مدمرة أو مدمرة بالكامل في بعض المناطق، هناك طرق مدمرة بالكامل، هناك طرق لا زال فيها تلوث أسلحة أو أجسام غير منفجرة ممكن أن تكون قاتلة. فلا يمكن التصور كيف يمكن إتاحة الفرصة لإخراج مدنيين من منطقة أخرى في مثل هذه الظروف. لذلك نجدد دهنا بأن يتم هناك تكثيف الجهود من أجل الدفع أكثر باتجاه الجهود السياسيه، هي التي وحدها يمكن ان تضع حدا لهذه المذبحه، هي التي يمكن ان تضع حدا لهذا الاستقطاب الحاد. وقد شهدنا ذلك بالدليل وقف اطلاق النار الذي حدث لمده اسبوع كامل في شهر نوفمبر الماضي. نعم، يعني بالإضافة إلى هذا، يعني هذه الخسائر وهذا الاستهداف الممنهج لشمال قطاع غزة، نزوح هؤلاء المواطنين إلى جنوب قطاع غزة، الآن التهديدات باجتياح رفح الفلسطينية في ظل كما قلت دكتور هشام كما نعلم أن هناك حوالي 1,400,000 فلسطيني في رفح الفلسطينية، فكيف تبدو هذه الخطورة في ظل التهديدات باستهداف رفح الفلسطينية وهؤلاء الذين هربوا من مدنيين عزل خوفا من هذه الغارات الإسرائيلية التي كانت تقع باستمرار وستستهدفهم في شمال قطاع غزة، فكيف تبدو هنا الجهود الدولية لمنع هذا التهديد؟ أولا على أطراف النزاع بما فيها السلطات الإسرائيلية الآن إحقاق مبادئ قانون الدولة الإنساني بما يتعلق بتوفير الحماية المطلقة والفورية للمدنيين وأيضا للمستشفيات ومن فيها من مرضى ومن جرحى ومن فرق طبية تحت الوصول الآمن للإسعافات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى من الواضح جدا مما شهدناها منذ عدة ليالي قليلة مضت أثر ساعة أو أكثر من القصف المتواصل من الأعمال العدائية المتواصلة التي خلفت عشرات القتل. هذا كان نموذج مصغر
لأي عملية برية واسعة النطاق ممكن أن تحدث في محافظة رفح. هذا يعني أنه سوف يكون هناك آلاف من الأرواح التي سوف تقتل وكان بالإمكان إنقاذها فعليا. هنا تكمن أهمية الدفع باتجاه حلول أخرى غير الحل العسكري، بالإضافة إلى أن الحل الإنساني من الواضح جدا أنه لم يجدي نفعا، وذلك بسبب أولا استمرار الأعمال العدائية واتساع بقعات العمليات العسكرية، يترجم ذلك إلى ارتفاع مضطرد ومتزايد ومستمر في الاحتياجات الإنسانية، لا يقابلها دعم إنساني يدخل إلى قطاع غزة بالكميات التي تستجيب إلى هذا الكم من الاحتياجات، فضلا عن غياب التدابير الأمنية اللازمة للفرق الإنسانية للعمل. المساحة الإنسانية التي نتحرك فيها كفاعلين إنسانيين ضيقة على مدار الأشهر التي مضت، أي عملية برية سوف تؤدي إلى إخفاء هذه المساحة، وبالتالي لم نعود قادرين على تحقيق أي استجابة فعلية على أرض الواقع. أشكرك إذن على هذه التفاصيل الواضحة في هذا السياق الدكتور هشام مهنة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، كنت معنا مباشرة. نعود مرة أخرى إلى استكمال ملفات نشرة الأخبار مع زميلتين فيروز ودينا، إليكما. شكرا لك حساني. حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف من محاولة إسرائيل شن عملية عسكرية في رفح بعد اكتظاظ المدينة بأعداد كبيرة من النازحين. وخلال تصريحاته للقاهرة الإخبارية، دعا المتحدث باسم الأونروا دول العالم للضغط على إسرائيل لإجبارها على عدم التوجه جنوبا نحو رفح الفلسطينية. في زيادة المعاناة للمدنيين في قطاع غزة، في مدارسنا وعددها 154-155، يعني نستضيف أكثر من 1,600,000 إنسان يعني في قطاع غزة، وطبعا القسم الأكبر منهم موجود في رفح مدينتها وما حولها، وهي مساحة صغيرة لا تتعدى 60-65 كيلو متر مربع، فأكثر من 50% موجودون الحقيقة إلى الجنوب. ثم هناك إذا كل هذا ذلك التهديد باحتمالية اتجاه العمل العسكري الجنوبي أكثر إلى الجنوب بمعنى مدينة رفح، وهذا يضعنا أمام مشكلة كبرى الحقيقة تفاقم الوضع أكثر مما هو أصلا متفاقم بسبب الاكتظاظ في أعداد المدنيين الموجودون في المنطقة التي ينوي الجانب الإسرائيلي استهدافها كما يقال. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحقيق وزارة الخارجية الأمريكية في مزاعم استخدام القوات الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين، مشيرة إلى أن المحققين يشتبهون في استخدام إسرائيل قنبلة تزن نحو 907 كيلوغرامات في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة. عبرت دول ومنظمات عالمية عن رفضها القاطع للعملية العسكرية التي تقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها تنوي تنفيذها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت هذه الدول والمنظمات أن العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية سوف تؤدي إلى نتائج كارثية على كل المستويات.
دفعت الظروف في غزة الكثيرين إلى التخلي عن وظائفهم ومهنهم للتغلب على معاناتهم. أحد النازحين وجد ضالته في مشروع غير هادف للربح للتخفيف عن الأطفال في المخيمات. هؤلاء الأطفال يتجمعون حول معلمهم مالك أبو لطيفة في غزة، لا ليتلقوا الدروس ولكن لمساعدته في تقطيع وقلي رقائق البطاطس والاستمتاع بالمقرمشات المملحة، علها تخفف عنهم وطأة المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. حتى الكثير من الأطفال يأتون ممن فقدوا عائلاتهم وزويهم، لا يملكون من المال، فأصبحوا يأتوا لأخذ هذه الأشياء دون أي مقابل. فأنا هنا الهدف الأول ليس هو الربح المادي، ولكن هو إشغال الأطفال وفرحتهم في هذا الوضع الرائع. مالك أبو لطيفة الذي أجبر على النزوح من خان يونس يقيم الآن في إحدى الخيام، وقد نصب كشكاً صغيراً بجانبها لبيع شرائح البطاطس. يساعده ابنه في مشروعه الصغير الذي قال عنه مالك إنه لا يهدف للربح. كما تشاهد هناك كثير من التحديات في ظل انقطاع وغلاء الأسعار، فلا نجد الزيت السيرج الذي نستخدمه في قلي تلك الأصابع ولا غاز الطهي، فنضطر إلى العمل على الأخشاب. وهناك أيضا كثير من التحديات في عدم وجود الملح والأعواد الخشبية، وأيضا الأجواء الماطرة دائما تجعلنا لا نستطيع العمل في هذا المكان. الكل منهمك في العمل ومحاولة البحث عن سبب للحياة وسط هذه المأساة. يحدوهم الأمل في العودة مجددا إلى طفولتهم وإنهاء مشاهد الرعب والموت التي اعتادوا على رؤيتها والهروب منها منذ 7 أكتوبر الماضي. ولعل صوت المقرمشات في أفواههم يعلو في آذانهم فوق أزيز الرصاص ونيران الاحتلال. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وتبقيها رهينة للموقف الإسرائيلي هي مبادرة محكوم عليها بالفشل. وأدانت الوزارة تصريحات وزراء أحزاب اليمين الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، ودعت الخارجية الفلسطينية إلى فرض العقوبات الدولية والأمريكية على وزير المالية الإسرائيلي سموتريش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير باعتبارهما تهديدا للسلام الدولي. هذا وقال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، قال إنه سيطالب حكومة الحرب باتخاذ قرار صريح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية. من جانبه أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، وأشار إلى أن هذا لن يحدث. في غضون ذلك حذر رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنيست من أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى خطر تكرار أحداث 7 أكتوبر في كل أراضي إسرائيل على حسب تعبيره. إذن نذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للرئيس البرازيلي عقب زيارته لمصر. في الدفاع عن الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف وأهمية كل منهما بالنسبة للآخر، البرازيل لمصر كبوابة حقيقية لنفاذ المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، ومصر كبوابة دخول قارة أفريقيا والشرق الأوسط للبرازيل، الأمر الذي استدعى رغبة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وزيادة التعاون على كافة المستويات. نشهد بشأنه الآن التوقيع على مذكرة تفاهم وبروتوكول بين البلدين. Senhoras e senhores, no tempo que o Egito elogia as relações fortes com o Brasil, o presidente do الرئيس البرازيلي يزور مصر لكل بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المصري، ومصر والبرازيل فهي تحتفل بمرور 100 سنة عن إنشاء العلاقات بين البلدين، ولديهما نفس الدور في منطقتيهما،
بالحماية عن البلدان الفقيرة والبلدان السائرة في طريق التنمية، وكذلك أهمية البلدين، أهمية البرازيل لمصر وأهمية مصر للبرازيل، وكذلك أيضا تبادل المنتجات بين البلدين وفي منطقة أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات والتعاون في كل المستويات. الآن سوف نمر إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. Memorandum de entendimento entre o Ministério do Ensino Superior, Pesquisa Científica da República Árabe do Egito e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil. Da parte egípcia, o ministro Mohamed Ayman Ashour e da parte brasileira, a senhora ministra Luciana Barbosa de Oliveira. Falyatafaddala. Memorando de entendimento entre o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica da República Árabe do Egito e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Árabe do Egito. والابتكار فيما يخص التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار يوقع من الجانب المصري الدكتور محمد أيمن وزير التعليم والبحث، ومن الجانب البرازيلي معالي لوسيانا باربوزا أوليفيرا سانتوس. بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية البرازيل الاتحادية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر. يوقع عن الجانب المصري السيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعن الجانب البرازيلي السيد باولينو فرانكو دو كارفاليو سفير البرازيل بالقاهرة. فليتفضل. بروتوكول لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر بين وزارة الإصلاح الزراعي لجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة وتربية الماشية بالبرازيل، يوقع من الجانب المصري السيد مرزوق القصير وزير الفلاحة وإصلاح الأراضي، ومن الجانب البرازيلي معالي الوزير باولينيو فرانكو كارفاليو سفير البرازيل في مصر.
شكرا. إذن مشاهدينا تابعنا معكم هذا المؤتمر الصحفي للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر، حيث أكد الرئيس البرازيلي على الرؤى الموحدة بين كل من مصر والبرازيل في عدد من القضايا والملفات المشتركة. من ناحية أخرى أكد لولا دا سيلفا أيضا على أن مصر والبرازيل تلعبان نفس الدور كل في منطقته في الدفاع عن الدول الصديقة. وتم خلال هذا المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الوزارات المصرية ومن الوزراء المصريين ونظرائهم في الحكومة البرازيلية. وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، دوما بإمكانكم متابعة المزيد على منصاتنا للتواصل الاجتماعي المختلفة. شكرا فيروز. شكرا لك دينا. شكرا لكم وإلى اللقاء.